بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. انتهينا في الحلقة السابقة من الكلام على الآيات من قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إلى قوله تعالى: وكفى بالله وكيلا. وحان الآن الموعد مع استنباط ما تيسر من أحكام هذه الآيات، فنقول: وبالله التوفيق. يؤخذ من هذه الآيات عظم عقوبة من كفر بالله ورسله وصد الناس عن الإيمان وحملهم على الكفران، فمن فعل ذلك فقد جمع بين جريمتين عظيمتين: أولا أنه كفر بالله في نفسه، وثانيا أنه صد الناس عن الدخول في الإسلام وحملهم على الكفر، كما هو شأن كثير من الكفار قديما وحديثا، فإنهم يحرصون على صد الناس عن الدخول في دين الله وحملهم على الكفر ولو بالقوة والتهديد. فالله جل وعلا قال في هذه الآية: قد ضلوا ضلالا مبينا. ضلوا، الضلال ضد الحق. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهم تركوا الحق ووقعوا في الضلال وأوقعوا غيرهم والعياذ بالله. فلذلك كان ضلالهم مبينا، يعني ليس ضلالا يسيرا، وإنما هو نهاية الضلال والخسران. فدل على أن من دعا إلى الكفر وصد الناس عن الدخول في الإسلام أنه هو الضال المضل الذي لا أضل منه. ثم قال: وكذلك يؤخذ من هذه الآيات أن من جمع بين الكفر بالله والظلم، إن الذين كفروا وظلموا، من جمع بين الكفر والظلم. والكفر هو الاستكبار عن الحق وعدم قبوله، والظلم هو الشرك بالله عز وجل، فهو أعظم الظلم. وكذلك ظلم الناس في حقوقهم، وكذلك ظلم النفس في إيقاعها في المعاصي. فالذي جمع بين الكفر والظلم فإن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له، فهذا فيه تيئيس الكفار والظلمة من المغفرة، من مغفرة الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، مع أن الله واسع المغفرة، لكن لمن تاب إليه. أما من استمر على كفره وجمع مع كفره الظلم، وهو الشرك وظلم الناس وظلم نفسه، فإنه حينئذ من أخسر الناس وأضلهم سبيلا، وعقوبته أشد العقوبات في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا أن الله لا يهديه السبيل الصحيح، وإنما يضله عقوبة له لأنه عرف الحق ورفضه، فعاقبه الله بعدم قبول الحق وإيقاعه في الضلال المبين. وأما في الآخرة فإن داره جهنم والعياذ بالله، التي لا فلاح معها ولا نجاة منها. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، فإنهم لما تكبروا عن قبول الحق فإن الله لا يهديهم إلى الطريق الصحيح، وإنما يهديهم إلى طريق النار. ولهذا قال: إلا طريق جهنم. وهم السبب في ذلك، لما استكبروا عن قبول الحق و
استكبروا عن الدعوة إلى الله وهداية الناس، بل قاموا بضد ذلك، فإنهم هم الذين تسببوا في حرمانهم من قبول الحق. ولذلك قال: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، فهم يعملون للنار ويكدحون للنار في حياتهم، وهذه عقوبة لهم أنهم ضيعوا دنياهم وآخرتهم، فهم في الدنيا يعملون بالكفر ويدعون إليه ويصدون الناس عن قبول الحق، هذا شأنهم في الدنيا. وفي الآخرة طريق جهنم أنهم لا يحيدون عنها ولا مخرج ولا مفر لهم منها إلا طريق جهنم، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. أما لو كان دخولهم مؤقتا ثم يخرجون منها لكان أهون مع شدته وشدة ما يلقى من دخل النار ولو لحظة، لكن هؤلاء لا مطمع لهم من النجاة منها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. فالله جل وعلا لا يضره كفرهم ولا يشق عليه عذابهم، بل هو سبحانه وتعالى كل شيء يسير عليه، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. هذا فيه دليل على عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله خاطب الناس كلهم وقال لهم قد جاءكم الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن رسالته عامة وأنه يجب عليهم جميعا اتباعه وطاعته، جميع الخلق الجن والإنس كلهم يجب عليهم اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، فهو جاء بالحق من عند الله، فهو لم يأتي بشيء من عنده، وإنما هو رسول الله ومبلغ عن الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فآمنوا خيرا لكم. فإذا آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوه فإن ذلك خير لهم عاجلا وآجلا، أما عاجلا فلأنهم يكونون على هدى وعلى بصيرة وعلى نور من الله، وأما آجلا فإنهم يكونون من أهل الجنة ومن السعداء عند الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الخير كله عاجلا وآجلا كله في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الشر كله في مخالفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا فيه دليل على أن أمر الله جل وعلا للناس بالإيمان والطاعة إنما هو لصالحهم هم، وأما الله فهو غني عن ذلك، لكن من رحمته جل وعلا أنه دعاهم إلى الخير لرحمة بهم وتفضلا منه إليهم. فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى تام ملكه، لا ينقصه كفر الكافر مهما كان ومهما كثر الكفار، فإن الله تام ملكه سبحانه، له ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، يضع الهداية في من يعلم أنه يستحقها
ويضع الغواية في من يعلم أنه يستحقها. ويؤخذ من هذه الآية أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، لأنه تركه بعدما تبين له رغبة عنه، فإن الله ييسره إلى طريق النار كما أنه سبحانه ييسر من أطاعه إلى طريق الجنة. فهو سبحانه وتعالى يعامل العبد بحسب نية العبد وقصده، وبحسب طاعته ومخالفته، وهذا عين العدل منه سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم أحدا فيعذبه بغير عمل أو ينعمه بغير عمل، وإنما يجازي كلا بعمله اللائق به. ويؤخذ من هذه الآيات أن الكافرين مخلدون في النار لا يخرجون منها. نعم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.